السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مع الحلقة التانية من مادة العلوم. إن شاء الله النهاردة هنكمل موضوع الدرس الأول، هنكمل مع بعض النهاردة حاجة اسمها الرابطة الأيونية، ويلا نشوف مع بعض كده أول حاجة النهاردة إيه هي الرابطة الأيونية. نتعرف عليها من الاسم كده، أنا بقولك هي اسمها رابطة أيونية، يبقى يعني إيه؟ يعني في أيونات، أيون موجب وأيون سالب اللي احنا خدناهم في الدرس اللي فات او الحلقة الماضية، والايونات دي بتعمل ايه؟ بترتبط مع بعض. يعني ايه بترتبط مع بعض؟ يعني بتبتدي تتحد مع بعض. فيبقى فكرة الرابطة الايونية انك بتجيب ايونات بتاعت فلز ولا فلز وتخليهم يرتبطوا مع بعض فيطلعوا لك مركب، والمركب في الحالة دي هيبقى اسمه مركب ايوني، عشان الرابطة اللي جوه منه اسمها رابطة ايونية. طيب الرابطة الايونية بتتكون ازاي؟ بتتكون من حاجتين، بيبقى عندي عنصر فلز وعنصر لا فلز. العنصر الفلز ده بيعمل ايون موجب لانه بيفقد الكترونات الزياده اللي عنده، واللا فلز بيعمل ايون سالب، ولما يعمل ايون سالب وايون موجب يحصل ما بينهم تجاذب كهربي، يحصل تجاذب كده ما بين الشحنه الموجبه للايون الموجب بتاع الفلزات والشحنه السالبه للايون السالب بتاع اللا فلزات، فتتكون الرابطه الايونيه، وينتج من هذه الرابطه مركب ايوني او جزيئات لمركب ايوني. يبقى لما نيجي نعرف الرابطه الايونيه هنقول كده بقى، الرابطه الايونيه هي عبارة عن رابطة تنشأ عن وجود قوى جذب كهربي، زي ما انت شفت كده كهربي. ليه كهربي؟ عشان موجب وسالب، بين القوى الجذب الكهربي دي بين ايون موجب لعنصر فلز وايون سالب لعنصر ايه؟ لا فلز. برافو عليكم. يبقى ده تعريف الرابطة الايه؟ الايونية، ان هي بتنشأ بين ايون موجب وايون سالب زي ما احنا قلنا في بداية المقدمة بتاعت الدرس. تعال نشوف مع بعض كده مثال على الرابطة الايونية وازاي بيحصل هذا الجزء من الارتباط الكيميائي. الرابطة الايونية طبعا لما بتحصل بين عنصر فلزي واخر لا فلزي. نشوف المثال الاول عندنا اللي هو الصوديوم Na11-23، ده هخليه يعمل ارتباط مع الكلور Cl17-35. تعال نشوف هيحصل بينهم ارتباط ايوني ازاي. هنوزع الصوديوم عادي خالص بطريقة شغلنا ونطلع منه الايون الموجب. الصوديوم ال11 ده عندي 11 بروتون وعندي 12 نيترون، لان 23 قلنا ناقص 11 هيدي لك 12. المستوى الاول K فيه 2 الكترون، والمستوى الثاني L فيه 8 الكترون، والمستوى الثالث M يحتوي على الكترون واحد، وعشان كده هو فلز. هيبتدي يعمل ايه؟ هيفقد الالكترون الاخير دوت، هيتحول الى ايون صوديوم موجب اللي هو هيبقى 2 8 في الكي والال، ويبقى ان ايه كده عليه شحنه واحده موجبه، ده اسمه كده ايون صوديوم موجب. طيب الكلور بقى هيعمل ايه؟ نوزع نفس الكلام ونشوف الكلور هيعمل ايه. الكلور اللي هو Cl17 يبقى عندك 17 بروتون و 18 نيترون. المستوى الاول كي في 2 والال في 8 والام في كام؟ في 7 اللي هم ال 17 دول. طيب هيعمل ايه؟ هيكتسب الالكترون اللي اتفقد من الصوديوم. لما يكتسب الالكترون هيتحول الى ايه؟ هيتحول الى ايون الكلوريد اللي هو السالب. يبقى هيديني بقى هنا برضو 17 بروتون زي ما هم و 18 نيترون زي ما هم، لكن بره بقى هنزيد الكترون. الكي 2 الال 8 الام هيبقى 8 ويتحول لايون الكلوريد اللي هو السالب. لاحظ معايا عزيزي الطالب وعزيزاتي الطالبه ان احنا بقى عندنا ان ايه موجب اللي هو ايون صوديوم موجب وسي ال كلور ايون كلور سالب، فهينشأ بينهم تجاذب كهربي هيتكون في النهاية NaCl اللي هو كلوريد الصوديوم ملح الطعام، وده عبارة عن جزيء مركب أيوني أو مركب أيوني. يبقى الرابطة اللي حصلت هنا أبنائي بناتي هي عبارة عن رابطة أيونية بين أيون الموجب بتاع الصوديوم وأيون الكلور السالب. وعلشان زيادة إنك أنت تفهم الجزء ده هندي مثال تاني علشان نفهم الجزئية دي. المثال التاني بتاعنا النهاردة هيكون بقى ما بين المغنيسيوم والأكسجين. المغنيسيوم اللي هو MgH
12 24 هخليه يتفاعل مع الاكسجين O8 16. هنشتغل بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها من شوية. هناخد المغنيسيوم ونوزع عادي خالص، او المغنيسيوم اهو 12 بروتون و12 نيترون. المستوى الاول K يبقى فيه 2، انا بوزع ال12 دول، والL فيه 8 والM فيه كام؟ فيه 2. يلا ابنائي بناتي قولوا معايا، اخرك 2 الكترون اهم هيفقدهم، لما يفقدهم هيتحول الى ايه؟ ايون المغنيسيوم الموجب اللي هو نواته زي ما هي ما بتتأثرش. الكي هيبقى 2 والال هيبقى 8، واقول كده ادي المغنيسيوم ام جي موجب 2 لانه فقد 2 الكترون. يبقى انا كده جهزت الايون الموجب. فاضل لك ايه عزيزي الطالب وعزيزات الطالبه؟ فاضل لك الايون السالب. خد الاكسجين واشتغل عليه. هنعمل النواه بتاعتنا، البروتونات بتاعتك اللي تحت 8 والنيترونات هيبقى 8. مستوى الاول كي هياخد 2، انت عندك ال 8 دول اللي بيتوزعوا. المستوى الثاني ال هيبقى 6. طيب هيعمل ايه؟ هيكتسب الاثنين الكترون اللي فقدهم المغنيسيوم من فوق، هيتحول الى ايون الاكسجين السالب. يبقى النواه زي ما هي ما بتتاثرش. الكي هيبقى فيه 2 والال هيبقى فيه 8 لانه اكتسب 2 ويتحول الى او سالب 2. خلاص كده احنا جهزنا بقى، خلاص عندنا الام جي موجب 2 والاو سالب 2. هننزل بقى تحت يحصل بينهم تجاذب كهربي هيدينا ام جي موجب 2 او سالب 2. واضح ان الشحنات السالبه والشحنات الموجبه هيضيعوا مع بعض، في النهايه هيديني ام جي او اللي هو اكسيد المغنيسيوم، وده عباره عن مركب ايوني لانه يحمل بداخله على رابطه ايونيه. وبكده نكون وضحنا الرابطه الايونيه. ولو عندكم اي مشكله او اي سؤال مش فاهمينه اكتبوا لي في التعليق على الفيديو، وانا ان شاء الله هرد عليكم في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. ارجو ان تكونوا فهمتوا الرابطه الايونيه، وانتظرونا في الحلقه القادمه ان شاء الله هنشرح لكم الرابطة التساهمية ونكمل مع بعض منهج الفصل الدراسي الثاني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.